تغيير أنماط المتحولات باستخدام التابع سيت تايب. حتى تغير نمط متحول ما إلى نمط آخر، فإنك يجب أن تضع المتحول الذي تريد تغيير نمطه والنمط الذي تريد تغييره إليه بين قوسين، وتفصل بينهما بفاصلة ضمن التابع سيت تايب. يقوم التابع سيت تايب بالتحويل بين أنماط المتحولات، وسنشرح كيف يقوم بذلك من خلال مثال عملي. قم بفتح مستند نصي وضمن معرفي البداية والنهاية في لغة PHP. قم بتعريف المتحول undecided وأسنده القيمة 3.14، ثم اطبع نوع المتحول باستخدام التابع getType واطبع قيمته أيضا. قم بتحويل نمط المتحول undecided إلى النمط string باستخدام التابع setType، ثم للتأكد من أنه تم التحويل قم بطباعة نوع المتحول، ثم قم بطباعة المتحول نفسه أيضا. قم أيضا بتحويل المتحول إلى النمط integer باستخدام التابع setType، ثم قم بطباعة نوع المتحول باستخدام التابع getType واطبع قيمته أيضا. قم بتحويل المتحول إلى النمط المنطقي بوليان، ثم قم بطباعة نوعه باستخدام التابع getType واطبع قيمته أيضا. احفظ الملف ضمن المجلد htdocs باللاحقة php وليكن اسمه variable4.php، ثم قم باستكشافه باستخدام مستعرض الويب، وستلاحظ في الخرج أنه عند إسناد القيمة 3.14 للمتحول فإن المتحول أصبح من النمط دبل وقيمته 3.14. أما عند تحويله إلى النمط string فإن قيمة المتحول لم تتغير ولكن تغير نوعه فقط. أما عند تحويله إلى النمط integer فإنه أصبح يحوي القيمة 3 فقط. أما عند تحويله إلى النمط boolean فإنه أخذ القيمة 1، لأن أي رقم نقوم بتحويله إلى النمط المنطقي يأخذ القيمة 1 من أجل أي رقم، والقيمة 0 من أجل الرقم 0.